إن كانت العدة كما نفهمها نحن أنها انقطاع عن الناس وخاصة الغرباء، فهل يمكن أن تلتزم بها تلك المرأة الآن بعد مضي أكثر من 10 سنوات عن وفاة زوجها؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنها قد حجت منذ سنتين. قلنا في أول الجواب إن العدة تحصل بمضي زمنها بعد وفاة المتوفى، بعد وفاة الزوج. فإذا مضى على المرأة 4 أشهر و10 أيام من وفاة زوجها انقضت عدتها، لكن إذا كانت لم تلتزم بأحكام العدة فإنها تأثم بذلك، وإلا فعدتها قد انقضت بمضي زمنها، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها حجت وهي لم تعتد تثير هذه القضية صاحبة هذه الرسالة الشيخ صالح. إذا كانت حجت بعد مضي 4 أشهر و10 أيام فلا بأس بذلك، لأنها خرجت من العدة حكما. اللهم افتح. خرجت من العدة. بارك الله فيكم، جزاكم. أما إن كانت حجت في أثناء العدة فإنها تأثم بذلك وحجها صحيح. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.